عجبني بزاف الكليب ديال امينوكس اللي عاد خرج اللي دار الاخراج ديالو عبد الرافي اللي كيعجبني بزاف كتعجبني خدمته بزاف. شنو اللي شفت واحد الكليب ان كليب اكستراوردينير ديال واحد لارتيست ديال واحد جوج ديال لي رياليزاتور منهم واحد سميتو حاري. سي ان كليب اللي فيه 8 ديال الدقائق و جانفيت كلشي باش يشوف هذا الكليب. هذا سي تري تري انتريسون وكليب زوين واحد من لي بارول من لا سينيماتوغرافي ليماج ليستوار كلشي زوين والموسيقى سورتو زوينه بزاف. وصراحه انا كان كيعجبوني بزاف ديال المخرجين ديال لا جينيراسيون ديالي. سا ديبون بيان سور في لي كليب كي قلتها دابا كيعجبني بزاف الخدمه ديال عبد الرافي. السينما كيعجبني فوزي بن سعيدي يلاه. شفت لو فيلم غازي عجبني بزاف ديال نبيل عيوش وانفان سورتو لا جينيراسيون ديالي لي جون. كاين علي المجبود كاينين لي رياليزاتور اللي كيعجبوني عجبني بزاف فريمون كليب ديال امينيو. جو تروف سا من ليماج من لا كوريغرافي لي ديكور لي كوستيم كلشي عجبني. لو ديرني كليب ديال سعيد المسر صراحه كان عجبني الكليب المعلم. هو لو كليب اللي عجبني لو بلوس في لي كليب ديال سعيد مجرد. ما شفتوش الكليب ديال الحاتم؟ لا ما شفتوش هذا ما شفتوش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.